بصوا يا جماعة، يعني لو هنتكلم عن موضوع الثقة وثقة في نفسي واللي في اللي حواليا، أنا عايزة أقول لك نصيحة. عشان موضوع الثقة، أولا الثقة مستمدة من الله عز وجل. موضوع الثقة في النفس ده أنا مستمدها من ثقتي بالله سبحانه وتعالى، وأعلم أن الله عز وجل أفعاله حكمة مطلقة وخير مطلق. ده أول عقيدة وإيمان. رقم اتنين، هو أنت ليه كلام الناس بيأثر فيك قوي؟ ما انا مش عايزه كلام الاخرين بالسلب او بالنقد او باللوم عليك يخليك انت ذات نفسك مهزوز ومكتئب وحزين لا طبعا. خلاص، انا طالما انا خدت بالاسباب، توكل على الله عز وجل، عندي يقين في مردود الله وفعل الله، انا ما ازعلش او اخد الكلام ده وابني عليه افعال. ما تحطش نفسك في دايره وبؤره وحفره المشاعر بس، اطلع بره المشاعر، افعل، اعمل. ادعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالفهم ده، لان لما يجيني شباب 22 و23 سنه وداخل في دور اكتئاب عشان خاطر كلام الاخرين، مالكش دعوه بكلام الاخرين، ما يقولوا اللي هم عايزين يقولوه. يا عم خليك انت افعل واعمل واطلع من بره بؤره الشعور السلبي. رزقنا الله واياكم حسن الظن في الله. السلام عليكم.